السلام عليكم لوليد بوسعادة وبوسعادة كالعادة رياكت جديدة كاسو حساسي هبطلنا تراك اسمه قريبة بعد ما كنت بعيدة سبحان الله ايه عجبتني فاهم تراك هذا لوليد عامل 25,000 فيو في 3 سوايع قبل ما نمشي نسمعوا عملنا لكم فازة جديدة لوليد اللي هي باش نقراو كومنتير كل مرة كومنتير يشدنا كومنتير باه سيب توتتك كومنتير لوليد فيه استفسار فيه سؤال ونجاوبوا عليه في الفيديو اللي بعده ديريكت بيه فيديو الكومنتير متاع اليوم ما كومش محضرين شيء يسيه بعد نيك ما كومش محضرين شيء وثلاثة نقاط استفهام ومبعتالي ايه انتوما متفرجين فيه الفيديو متأكد سيد ظهر من الخط الأحمر قبل فهم قبل ما تدخل الكليب بيه صديق العزيز ملاحظة جميلة على خاطر انت انسان تلاحظ ومركز في الفيديو ومركز في كل شيء حبيت نقول لك اللي راي الكابتور هيك تتاخذ بعد ما نصوره يعني كملنا صورنا كذا نحط حل لادوب نبدا نمنتج نمشي نجيب الكابتور من ندخل اليوتيوب ونعمل الكابتور متاعي يعني بعد ما تفرجنا وبعد ما صورنا وبعد ما كل شيء فاهم ملاحظه جميله ايش تعمل انت قريت كومنتير شنو اللي كل فيديو باذن الله نقرا كومنتير تاع شخص لا مش فاضي نشغل لكن باش الاولاد خاطر لاحظت لي الكومنتات الكل عباره على رياكتي على فلان رياكتي على فلتان لا نحب تعطيني رايك نحب بسعادك الحاجه زيدها بسعادك الحاجه ناقصه بسعاده يعطيكم الصحه رياكسيون مزيانه لكن بسعاده كذا جي خاصه في المقطع في الفازه الفلانيه لاحظتها حتى يعني تفاعل ايجابي الاولاد اختارنا من رياكت فلان ورياكت فلتان هنا قاعدين نخدموا نحاولوا رياكتيو على الناس الكل لكن نحبكم تفاعلاتكم تكون ايجابيه معنا حاسين نمشيو نسمعوا قريبه كازو ليتس جو مامين ليتس جو حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق ينتقوك العالم والله كي تعري وتوري مش يقولوا اكبر قال يقولوا فلان ماهوش راجل بنته طلع طلع الله حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق ينتقوك العالم والله كي تغنيش تقري وراك الذر حسبها مره باقي لغه حرقه وشيخه فسد ومبدل البر افشل ليتس جو سمعتها في التاريخ ياسر فاشلة ياسر فاشلة نسمع قول قريبة بعد ما كانت بعيدة اليوم جات تجري لكل أسرة حرمت حرمت من بيتي هوا ملجئها فرنسية وعربية أخونا ياسر حطامة هاني واحد رسل عهد كعبلة ذاهي بن قبل نكتبها باونين والله ذاهي بن نكتبها باونين كيما نسمع كيما نكتب علاش تكسر لي في راسي ويحط زوز شدة خوفت على الدنيا لك شما؟ ضيوف الشرف جميل الجامي ووالدتها الحقيقية أنا هذه أم وبنت أم صحيح حاجة بيه خذوا تعد أرجو نوا لحظة هذا مكل حقوق كيردو صحيح عجبتني ملاحظة هذه تخلوا سنكم برشا الحم 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 خفت عالدنيا لاش عمني حبيتها تكون قريبة اللحظة اللي تخلي أمي فرحانة باش تشوف شو لا بالرسمي لا أبارمون هي حبو يزين حبو يزين صحيح تديكور الهوليدة نرجع لك بالضحكة في فمي نسيك يا عمري دموعك اللي بكيتها ريت المقطع هذا ونهزني هزني اليوم مع الباك علاش قلت لك راهو ذكي برشا هزني المقطع هذا مع الباك نتفكرك تقول لي عايش ولدي قول لي من سامحك الحاجة خبيتها وخفت على الدنيا لا تعملني حبيتها تكون قريبة اللحظة اللي تخلي أمي فرحانة باش تشوف شو اللي رها وليدها نرجع لك بالضحكة في فمي نسيك يا عمري دموعك اللي بكيتها تسمع ولا يعني كي جيت ربطها مع جماعة الباك اليوم أي إنسان واخو الباك يا بالرسمي تحسها غنية الإنسان هكا يهزها لأمه فهمتني والبوه في بالكم الأولاد في بالكم الأولاد لو كان تركزوا مع هيتم في يديه تنويم مغناطيسي
والله خاصة انت بدا تعب وناقصني خويا مركز معايا ياسر راك انت حياتي ظلمات والله لا عطيه كل ما سمح كان حاجه خبيتها نسيت لي فما فما كان جيت غادي تعيش راني عشت صاحي الغالط لي قدوتها انا حالف لك برحمتي حلف لي انا براسي حتى تقسى حالف لك بشكون قدوتها انا حالف لك برحمتي حلف لي انا براسي حالف لك باحمد والله لا حلفتي يشكون شكون احلف الغالط لي قدوتها انا حالف لك برحمتي حلف لي انا براسي والله برحمت ولا باحمد ما فهمت ما سمعتهاش وراه الصوت ما فهمتش يعني الغالط لي قدوتها انا حالف لك برحمتي حلف لي انا براسي حتى تقسى باش نستنى صبر عندي بزايد عايش نكون عاسي وكل غنية هنا تتغنى ترجعني ديما للي عشتو في الباس ونحلى بتليفونك عايش بصوتك انا من اللي مشيت اللي قالوا هموم اللي تربيو في شونك تنوريهم امي شنيا تجيب وانا واعي وقد اللي حكيتهولك وقلبي لابس انا للنبريت اخونا ملها فايب اخونا تعبني يعني الانسان هذا وشفتوا كيفيش المواضيع قديش تسلسلية ارجع معايا من اول معك ايه ابعثني منيك اني غلط نحكي معاك اصلا بس اللي تحب انا نغذهولك وما تخممش روك برجسنا للنبريت وصيلة تحب انا نغذهولك وما تخممش روك برجيب وثفرت الشيب وكذبت عليك سمحني رثيت باللي حلفت عليه ايام ونجيك هيحكي لي شبيك وقل لي الشرف ايش كذبت عليك الدنيا غليت والبلاد مشيت ياش عليك في الخايب حب فرحت عينيك حبك نبقى حذيك نتفقد دويك والدنيا بهويك خلتني الربيك اخوني في اغنية لمو لمو صميم صميم ماني صميم غادي تسمع وتسكت ما فمش تعليقات ليه نحيونا اخوي الكوبيرايت اللي بجي تانية لذيع مني حبيتها ها؟ اني عرفت فمو كوبيرايت عخطرني ما لقيتش علاش مش نوقف عرفت تسكنت معاه وقفت لفات لي لين صحيح كون قريبة اللحظة اللي تخلي امي فرحانة باش تشوف شو اللي لها وريدة نرجع لك بالضحكة في فمي نسيك يا عمري دموعك اللي بكيتها نتفكرك تقول لي عايش ولدي قول لي ما نسامح كان حاجة خبيتها نتفكر كي نقول لك كي تقول لي عايش ولدي قول لي وما نسامح كان حاجة خبيتها غني لقيت شنو نقول في التوقيف ايه ما نعاود ببغاء صحيح يا برو يحبوا يقدموني في فلوسي يا برو يا برو يحبوا يعطوني كوبي رايت يا برو انت شبيه هتكتب بسعادة فش علي يزي من خوفك توا خوفي انا عليك لازم تقلب بلاي راهو قد ما تكبر تقعد في عين امك صغير والله العاديه ما خوني ايش بيك ليك النوم هذا يحتاج نسكره بالرسمي بالله نسكره عليك اخويا وليت زيرو انرجي بجنبي اخويا نوض تو نجيب حد اخر جيب حد اخر ما يا اخي بلاش نيه زيرو انرجي بحذايا شنو الاضافه العاديه بتون عليك العشر هاك مشيت هبطت حطيت في تصويرتك وحدك في الباج ما حطيتنيش معك شكون انت لاحاتك في الكوفرتي كوفر فيا نبقى معك ما يبعدش عليك ياك عيد انا زاد فيا كان كلامي اللي حكيته ليك يا لعينيك اللي صار فيا كنت نحشم كيف تقول لي شبيك وخرجت في فجيري وقت الطقس سرد ورقدت على شريري وين ما عطاني حد كنت نحشم وقت اللي تقول لي شبيك كنت يزي يا ولي الانرجية ايش عمل؟ عمبوك خلينا نسمع الزبيتي خلينا تفاعل معايا ولا خلينا نمشي نروح نيك النوم اخي تي ما دي ساعة قاعد نصارني مش شو عمي دارك احنا طب صحيح احنا نعود روح انتي تذكرها وقت اللي حشيتها لي وقت اللي عملنا رواحنا هيك وهيك اسكت 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 رجعت فاستيني طب والله يعطل فيا الاولاد على الخدمة باهي هيك باهي وتبع وتقولولو لي هو بعد خوك عليك هو لازم يبعدني عليه هاني بخدر هو يفشل فيا يعني راه سيبنا خلنا نسمع يا رحم بوك ورقدت على شريري وين ما عطاني حد عديتهم لعيد كيما نهار لحد وكان دعاك ليا ما خلانيش نتهد امي بشرات باش نسيه التعب امي نحب رضاك هاني جبتو الذهب امي نبدا معاك راه كل شي تحب امي قرب جاييني هاي الايام تتعد امي قرب جاييني هاي الايام تتعد وخفت على الدنيا لذيع مني حبيتها تكون قريبة اللحظة اللي تخلي أمي فرحانة باش تشوف شو اللي لها وليدها
نرجع لك بالضحكة في فمي نسيك يا عمري دموعك اللي بكيتها نتفكرك تقول لي عايش ولدي قول لي من سامحك حاجة خبيتها وخفت على الدنيا لا تعملني حبيتها تكون قريبة اللحظة أمها توفيت الله يرحم في الكليب معناها قصدي قولت قاعدة واحدة تخلي أمي فرحانة باش تشوف شو اللي لها وليدها تتخيل فيها عادي سيبني اخوني وتتبهنس وتزبي الاولاد خويا مرق زكمها الرياكت يسيبني ايش بك نفاخ انت طب انا لذا تضحك علاش انا اللي تبهنس في فمي نسيك يا عمري دموعك اللي بكيتها نتفكرك تقول لي عايش ولدي قول لي ما سامحك الحاجه خبيتها شوف الضربه لهني ما احلاها ضربة لهني شو مع الموسيقى كان عودوا لهني تظهر هي مع التك رعب تطلع رمشة تبين التك لا يرحم مشيوا لبلاصة خير الله يرحم اللي مشوا لبلاصة خير هكا ناس كازو ارتيست اسامة عزيزي تصورهم هم صغار معناه يكرموا فماتهم تكريمهم باهي الفكرة باهي الفكرة على الاخر خويا برجولية يعطيهم الصحة العبد اللي تخدم بالرسمي ربي يفضل ربي يفضل كل قطق. أم وربي سنيجر. يرحم كل أم نحي لحظة وش بها عملت لي هيك فلو على وجهي فلو على وجهي ما قلقش ربي يفضل كل أم وربي يرحم كل أم تراك ياسر سنتيمون برشا إحساس تراكات كما هيك اكتشفت لي أني منحسهمش علاش تراك النور دو اللي احنا تدفعنا معاه كذا صارت لقطة عرضني فيديو دا فرانكو نوجه له تحية بكي على الغنية بكي دموعه هابطة فرانكو على غنية خويش بكي زبي يا ليش الفيه شنية ما يبكيش هالزبي انا فرانكو اللي يبكي ايش فيه تقعد تبانس تستفس فيه النور دو بكي ولا فرانكو الوليد خويا خل نحكي معاكم انتم كي فرانكو بكي على غنية النور دو لهني يعني استغربت حسها هو هني فاكتشفت اللي كل انسان وديجا ديما نقولوا فيها فما غنيات انت تحسهم اني ما نحسهمش اني متاكد اليوم اللي الغنيه هذه فما ناس بكيت عليها كي سمعت باص اني لا علاش ما نحبش هما نكرهها لا هما دار خطوه بيني وبين هما أما حانوت البوتيك نتاعها نتاع البشرة معناها قريبة لدرجة انك تخليك صحيح ما تحسش توحشتك يا أما صحيح زي هاي لوتا صحيح فهم فهك علاش تحسوا يمكن تفاعلنا مع التراك ما مشيش كيما برشا ناس كل وذيك حاجه غلطه تحكي فيها علاش على خاطر لازم نفرحوا اهلنا بصفه عامه وبعائلتنا بوالدينا نحاولوا نستغلوا كل لحظه معاهم مش على خاطر هو قريب ايه لا فما شيء مضمون نحكي لك يعني نفسر لهني للناس اللي اليوم باش تقول لك شبي ما تفعلش مع الاغنيه هذه الاغنيه مش نورمال كيفاش عدوها هكاك شبي رياك تعدوها يفرقوا فيها وهيك العامل هكا يكبي الدم يعني يا خونا قايم ما 3:30 ايه اليوم احد ما 3:30 تقول لي ما نصورش وما تصورش معايا رياك كيك برجوني ايه قول لي خليه غدوه راني نتعامل صحيح في التليفون فتش تسب غدرك يدي رياك تعديتها حاله حسيلو سامحوني الولاد ان شاء الله كازو سامحني والعباد اللي تعب على الخدمه سامحوني تعرفوني اعذروني الكلمتين هذول منتي لا باه مريقل اخونا اسكت خلينا نوصل فكرتي فاني الولاد حبيت نوصل الفكره اللي احنا تراك اني بالرسمي يعني نحكي في شخصي لهني راه تراك كيما هيك تراك مزيان على الاخر راه برشا سنتيمون يمكن ما لقيتونيش متفاعله معاه برشا على خاطر كيما قلت لكم بس حاجه نعيش وسط بابا وام واخواتي باش يقول لي توحشتك يا خويا مثلا وغنية اخوك في الغرب انت باش توحش باش تبكي باش توحش هيك اللي نتاع نمي تضايق لي حياه عمري كل شدد لي وجهي نجي احد كلمني لهادي زعيم السقفيه باش نهزو معاه كمل لبعك
فما غنيات بالرسمي الاولاد اني لهني الكلمتين هذوما للناس بالرسمي اني متاكد تعرف علاش نحكي هيك نحكي للناس اللي بالرسمي متاكد ان فما ناس بكيت على التراك هذا اني متاكد هذا بالرسمي تراك 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 ويتحس وراو الانسان هذا يكتب للناس اللي جات قتلي كيفاش تحط كازو يكتب خير من الكاسترو سبحان الله رايي الشخصي اني الرافي كازو يكتب خير من الكاسترو انت ديجا يعجبني خير وين قلت ذوقي الخاسره انت ديجا حتى في البرنامج قلت كلمه معناها فما حاجات نحاول شديت تلتخ صح صدرك على الميكرو انت نحكيو فيها انت نحكيو فيها شنو عملت كسرت الميكرو تاع الناس انت قلت لي عنده بونش لاين وات في الحب صحيت هذيك المشكله هي تخصت غادي قلت ريتو السيد هكا كازو يكتب بونش لاين وات في الحب يكتب بونش لاين وات في الحب في الحب انا كان جاي كان قلت لي شكون اكثر واحد يكتب في تونس على الحب كتبته في الحب قويه حط كازو لول لكن هو كتيبه بصفه عامه فاني حطيت شيس كاسترو مش كاسترو حطيت بلينغوس لول حاسين الاولاد كازو وين كازو الثالث وما حطيتش الكاسترو جمله انت كاسترو ما حطيتوش حطيت لول ك بلينغوس الثاني الثاني جيجيا والثالث كازو يعني مشيت باللي نستهويهم هو طاو اني مثلا نحكيهم في فيديو الاخر فيديو اللي باش نحكي فيه علاش رتبت هيك خليه مش ما نحرقش الفيديو حاسين الاولاد بيس اند لوف برشا حب زلنا نكملوا في الاي بي منظم ياسر شفنا فيه برشا تنوع شفنا زوز تراكات على الحب وبالرغم مختلفين على بعضهم على الحب صحيح لكن مختلفين على بعضهم واحد هو في حالة ضعف واحد هو في حالة قوة واحد تبعد عليه باش نولي نبكي وش نتحطم وكل حاجات هذوك ما نصلهم لك ميساج وكنت نخاف عليك من النار فهمت والآخر قال لها نعلق دين أمك شكاكر بشاكر ولا يا ما فهم أخي فهمت التراك... هو صاتها في تراك ياي ما أنا عادي مش يسو خاي صعب بايش خلق التراك الثالث خلينا نكمل نحكي على بي التراك الثالث كان إنرجي مش نورمال باهي أخويا لا شهرية لا كونجي منجمش ناخو كونجي حاسين الأولاد بيس أند لوف نفخهم لي والله بالرسمي نفخهم لي الأولاد تعرفوني نحبكم تعرفوني نقدر لكن عيان والسيد هذا ما يعذرش بيس أند لوف هذا النهار باش نعمل عليه ثورة تجيو معايا بيس أند لوف الأولاد بوسعادة وبوسعادة كالعادة تستحق أي حاجة غير الفلوس نجم تعمل علينا تلا في الانستغرام وتحب زيد باي باي حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت اقوك العالم والله كي تعري وتوري مش يقولوا اكبر قال يقولوا فلان ما وش راجل بنته طلع طلع الله حق حق والحق اللي قالوا والله شكون صدق كنت اقوك العالم والله كي تغنيش تقري وراك تذر حسبها مرة باقي لغة حرقة وشيخة فسد ومبت البر